حركوا أصبعه من الوصفات الشامية القديمة جدا. اليوم راح نحضرها باستخدام منتجات الذرة. حراق أصبعه. راح نغسل العدس ونبدأ بسلقه على النار. راح استخدم باستا الذرة، كوب من التمر الهندي، راح أضيف دبس الرمان من الذرة، رشي من الفلفل الأسود. راح نحضر قلية البصل مع الكزبرة الخضراء وزيت الزيتون، وهي اللي راح تعطينا النكهة المميزة لطبق اليوم. راح نقطع البصل بشكل ناعم، راح أضيف زيت الزيتون على النار عن جديد وأضيف البصل، باقة من الكزبرة الخضراء المفرومة بشكل ناعم، رشي من الملح، وراح أضيف قلية البصل على العدس. للتزيين على الوجه راح أضيف زيت الزيتون على النار وأضيف الثوم مع الكزبرة الخضراء. راح نبدأ بالسكب، راح أضيف الخبز المقلي على الوجه مع الرمان الحب والبصل المقلي. وصحتين وعافية.